وينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا عبر سكايب محي الدين جبريل. محي صباح الخير. مليونية يوم السبت القادم 6 أبريل والتي تمت الدعوة إليها لها خصوصيتها طبعا في التوقيت كما فهمنا، لكن مظاهرات اليوم من 80 نقطة باتجاه القصر الرئاسي، لماذا قبل ذلك بيوم تقريبا؟ يعني هل هي بروفة مثلا؟ صباح الخير داليا. تظهرت اليوم الخميس هي جدول راتب منذ مطلع يناير الماضي درجة تجمع نقابات المهنيين على إصدار جدول أسبوعي لما يسميه أساليب النضال السلمي، ومن بينها التظاهر في موكب مركزي في الخرطوم درجة على تسير هذه التظاهرة كل خميس من كل أسبوع. هنالك تظاهرات أخرى ليلية ومرات يتم الإعلان عن تظاهرات نهارية في أيام أخرى مثل الأحد أو الثلاثاء وما غير ذلك، ولكن تظاهرة الخميس هي تظاهرة ضمن الجدول الأسبوعي الراتب، ولكن بصورة عامة اليوم يمكن أن تكون أشبه بالبروفة أو على الأقل العمل الدعائي الذي يتبق تظاهرة أو ما يقال إنها مليونية ستسير بعد غد السبت 6 أبريل. طيب إن كان هذا هو السائد، يعني فكرة البروفا، كيف يمكن أن نتوقع شكل وتجمهر القوات الشرطية القوات الأمنية في الخرطوم تحديدا، وبما أنه الهدف هو الوصول إلى القصر الرئاسي؟ محي، مسألة الوجهة هذه التظاهرات القصر الرئاسي هي مسألة تبدو أقرب للرمزية، لأنه هنالك من المستحيل يعني في ظل الظروف الأمنية الراهنة خاصة عقب إعلان حالة الطوارئ، عادة لا يسمح التظاهرة أو لا تتمكن تظاهرة من الصمود والاستمرار لأكثر من ساعة، إلا اللهم تلك التظاهرات التي لا يعلن عنها ويتم تسييرها في شوارع تبدو أقرب للأحياء، مثلا حي بري، العريد، شرقية الخرطوم أو الصحافات وما غير ذلك. هذه الأحياء تظاهراتها ربما تصمد لأكثر من ساعة، ولكن تظاهرات وسط الخرطوم بالقرب من القصر الجمهوري أو في منطقة السوق العربي المجاورة، هذه التظاهرات عادة لا تصمد أكثر من ربع ساعة أو نصف ساعة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، وبالتالي كون تحديد القصر الجمهوري كوجهة لهذه التظاهرات يبقى هو أقرب. طيب محي، يعني لا أكثر. باختصار لو سمحت، كيف يبدو شكل التجاوب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع مليونية السبت، وقلت إنها لها رمزية كبيرة في دلالة التوقيت؟ خلال يعني متابعتنا لمواقع التواصل الاجتماعي وهي مسرح الآن المعركة السياسية الأكبر في السودان، يعني إذا طالعناها ربما نيقن بأن أنه لن يبقى شخص واحد من أنصار المعارضة في بيته بعد غد السبت، ولكن في المقابل إذا ما قرأنا الإجراءات الأمنية والاستعدادات التي تجريها الحكومة الآن يعني ربما يعني لا نتفائل من أنه سيسمح لهذه التظاهرة بالاستمرار على الأقل، أو سيسمح لجماهير المعارضة بالتجمع في مواقع معينة، ولكن تبقى حسابات الأرض بعد غد السبت هي الفيصل. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مراسلنا من الخرطوم محي الدين جبريل. شكرا جزيلا محي.